اهلا بكم مشاهدينا من جديد. تعددت الاسباب والنتيجه واحده وهي مشاكل الشعر المتنوعه. وفي كمان مشكله احنا بنواجهها هي مشكله تساقط الشعر اللي كتير مننا بيعاني منها واللي اكيد برضو حضراتكم بتعاني منها. لكن برضو احنا النهارده بقى معانا الجميله حبيبه قلبي استاذه نسرين الخميسي اخصائيه علاج الشعر وصاحبه مركز نور. ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. نسرين انت اخصائيه علاج الشعر وعلاج التساقط وتنبيت الفراغات وتطويل الشعر وعلاج الصلع الوراثي وعمل البروتين والكولاجين وكل ما هو جديد باحدث تقنيات العالميه. تمام. حاجات كتير قوي معانا بس احنا كده عشان نفتح حلقتنا. اهلا بيكي يا استاذه نسرين، منورانا في بيت عبد وشيمه. بس احنا شفنا تقرير وشهادات وحاجات غريبه وحاجات كتيره. ايه ده كله؟ الحمد لله. عايزه اقول لك يعني ايه الشهادات دي ولا كان ايه التقرير؟ وحضرتك يعني اول واحد اي حد في الدنيا علشان يبتدي مجال ويبقى متميز فيه يبقى متمكن منه لازم يدرسه. صح. ما ينفعش خالص ان احنا ناخد القصه هوايه، لان الهواه كتير، لكن عشان تبقى متميز في مهنتك لازم دراسه، لازم دراسه، لازم تبقى عارف ده ايه، حتى علشان لما اي عميله تستفسر عن سؤال او حاجه مضايقاها مشكله حصلت لازم اكون انا قد الثقه. صح. ولازم اكون قد المعلومه اللي انا هديها لها، ان انا افيدها بمعلومه كامله توصل بيها لحل. لكن ما تبقاش خالص ان انا هاويه اسمع كلام من هنا او من هنا واقوله وخلاص. احنا النهارده ضيفتنا مميزه، ومش انا بس اللي بقول مميزه، هي يعني كل الناس اللي جربوا شغلها قالوا كده، لانها كمان اخذت يعني او كرمت في عديد من المهرجانات، وزي مهرجان القاهره الدولي. تمام. ومهرجان ملتقى النجوم وملتقى الفنانين العرب الدولي. تمام. وملتقى فرسان الكمال، وتكريم من وكيل وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. يعني انت ما شاء الله عليكي اخذتي تكريمات وحضرتي في مهرجانات كتيره. الحمد لله. تمام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. يعني هتبداي الجزء اللي يخص المراه اللي هو انت خليك في المطبخ. انا هخش بقى مع الشيف. فضل. عشان اشوف هو عامل ايه ونبص بصه كده معاه. طبعا اكيد يا نور انت ليكي في المطبخ. هكون معاك اكيد طبعا. اكيد اكيد طبعا. ايه الاخبار؟ عملنا ايه؟ لا والله انا على فكره والله كنت طبخه ماهره بجد. كنت طبخه علشان الشغل بياخد. طيب نشوف الشيف عمل ايه. طيب عملنا ايه دلوقتي؟ لا خلاص زي ما احنا بالستيك. زبده وبعد كده الستيك بتاعنا. تمام. خد الجريتان بتاعه. اوكي. بعد كده نزلنا بالمشروم. تمام. وبنقلب فيه بحيث ان هو ياخد الجريتان بتاع اللحمه. هياخد الصوص كله هياخد مع بعض. وبننزل بقى نربطه بكريمه. بكريمه؟ وصوص الديمي كريمه لباني؟ اوكي. وصوص الديمي جلاس. وصوص الايه؟ الديمي جلاس. هو ده. ايا كان مش مشكله عديها يا عبدو. اوكي يا سيدي. ماشي. انا بقى هنا ايه هجرب ادوق. خليك جرب تدوق انت وانا قاعده مع نسرين حبيبه قلبي. طيب عايزين نعرف منك بقى البدايه كانت امتى؟ والله هي البدايه كانت من حوالي 9 سنين 10 سنين. ما شاء الله يعني سنين كتيره جدا. كتير كتير. لان طبعا لما بدات عادي في شغل البروتين. وبعد كده حبيت ان انا يعني البروتين بيشتغلوه كتير طبعا. كتير يعني اي حد دلوقتي هتمسك البيبي ليس تقول لك هشتغل بروتين. فطبعا انا حبيت ان انا لما اجي يبقى لي مكان يبقى لي اسمي بقى اسمي بتميز طبعا اكيد. فطبعا حبيت ان انا اتوغل اكتر في الموضوع. درست عن الشعر، عرفت التساقط ايه وضعه ونظامه، بداية من التساقط العادي جدا للحالات الطبيعية لحد الحالة احنا هنتكلم الصلع الوراثي. عايزة اقول لك ايوه طبعا. يعني احنا اول ما نزلنا البرومو بتاعك ناس كتيرة جدا كانوا فرحانين ان انت معانا. انا عايزة اقول برضو حاجة على فكرة، احنا كنا متفقين ان احنا نكون مع بعض من 3 اسابيع. ايوه انا عارفه. في بعض حالات موجوده معانا دلوقتي في على الهواء الستور. تمام. حالات أيوة. احنا دي حالات اللي كانت مع استاذه نسرين. دي حالات كانت فراغات وتساقط والحمد لله بفضل الله خلال 3 شهور ما شاء الله ينور علاجها. تمام. الحمد لله. الحمد لله. 3 شهور برضو مده مش كبيره ولا حاجه. ايوه طبعا. ما هي مش كبيره ومش صغيره. يعني في كتير بتيجي تقول لها انت هتقعي يعني تحت الكرسي 3 شهور تقول لك كتير. لا انا اروح واجي والتزم لان هم 3 جلسات في الاسبوع. لكن هم مش كتير خالص خالص. لان احنا بننبت بطريقه طبيعيه جدا علشان الشعرايه تطلع بطريقه طبيعيه ما تنزلش تاني مجرد ما نوقف العلاج. فاهماني؟ لكن طبعا اللي بيخضعوا لرش زي المينوكسيديل والكلام ده بيبقى تفاعل كيميائي، ماده كيميائيه بتنشط البصيله سريع جدا، بتطول سريع جدا، ولكن مجرد ما بيوقفوه خلاص بينزل سريع جدا وبينزل شعرات كتير ما كانش المفروض. طبعا
التساقط رهيب منه. طيب احنا بقى خلينا نتكلم الاول ايه الاسباب الرئيسيه للتساقط وكيفيه تفادي حدوث التساقط، كلمينا بقى. بصي التساقط ده مشكله عصريه كبيره جدا، فظيعه جدا، كل الناس بنعاني منها، مفيش حد مش بيعاني منها. التساقط انا عايزه افهم كل البنات والولاد شباب كبار صغيرين ان الشعره دي اضعف جزء في جسم البني ادم. اضعف جزء يعني ايه؟ يعني ما عندهاش اساسا نسبه مقاومه خالص. فطبعا اي حاجه بتحصل في جسمنا بتتاثر بيها. ازاي؟ يعني انا مثلا اول حاجه بتظهر مع التساقط اول حاجه الغذاء اللي هو نقص الفيتامينات في الجسم. تاني حاجه القشره، وجود القشره في فروه الراس. تالت حاجه اللي هي الحاله النفسيه. بتأثر برضه طبعا. الحالة النفسية مدمرة مدمرة، يعني احنا نعرف ان في ناس بتزعل لا قدر الله بتروح. فطبعا احنا الشعر بتاعنا بيبقى هو اول حاجة بتدينا رد فعل. تبقى رد فعل للي بيحصل عندنا. يعني انا اول ما الاقي تساقط على طول انتبه، هل انا الغذاء بتاعي مش تمام؟ هل انا ناقصه فيتاميناتي ايه؟ اعمل تحاليل اشوف فيتامين دي يؤدي للتساقط، نقص فيتامين دي، نقص الحديد، نقص الزنك، حبوب منع الحمل على فكره بتعمل تساقط، عشان كتير مش عارف المعلومه دي. الحاله النفسيه طبعا صعبه جدا. طيب معلش هنطلع بس الفاصل عشان الاذان وهنرجع تاني، فهنطلع الفاصل للاذان ونرجع لكم تاني، استنوا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ولسه مكملين مع الجميله نسرين الخميسي اخصائيه علاج الشعر. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن مشاكل تساقط الشعر، تمام، وعرفنا منك معلومات مهمه جدا ممكن بعض مننا ما يكونش عارفها، ان في حاجات معينه ممكن تكون ده السبب الرئيسي في تساقط الشعر. طيب عايزين نعرف منك برضو سؤال مهم جدا، ايه هي اسباب ظهور الصلع الوراثي للشباب والبنات، في يعني ايه في كمان في سن مبكر، مش بس مش بس لما يكبروا. على فكره دي ظاهره مهمه جدا جدا، يعني المفروض يبقى كل اللي عنده صلع في البيت حواليه، يعني والده من اهل والدته، لازم ياخد باله من القصه دي جدا، خصوصا في مرحله الشباب. اهم حاجه بتظهر الصلع الوراثي بدري استخدام المواد الرديئه. يعني الشباب اللي بيحط جل، الجل ده اكتر حاجه تظهر الصلع الوراثي، لان هنا بصيلاتنا بتكون ضعيفه جدا. طيب نسرين احنا معانا تليفون. اتفضل. ايوه معانا امنيه على التليفون يا شيونيا. الو التليفون. الو الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. سامعاني؟ ايوه سامعاكي يا حبيبتي. مين يا قلبي؟ انا امنيه. امنيه امنيه اهلا بيكي يا امنيه. ايوه انا نسرين دي عندي حاجه كبيره جدا وهي عارفه. يا حد امنيه امنيه حبيبه قلبي بتعالج عندها. يعني انا كان عندي اكزيما قشره وكان عندي صلع وكان عندي حاجات كتيره، وهي بصراحه عالجت لي كل ده واولهم نفسيا، وهي كفيله ان هي تعالجني نفسيا. يا حبيبتي يا امنيه حبيبتي، بصي فرحتك عندي وان انت علاجك تم على خير، دي بالدنيا والله، وده بيبقى اهم حاجه عندي، لان ده كله طبعا في وشي وحالتها مهم. حبيبتي حبيبتي اتصالك يا امنيه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي على اتصالك يا حبيبتي. هي اساسا نسرين حلوه كده قلبا وقالبا، يعني حبيبه قلبي. تعالي بقى معايا كده هنا يا شيم يا شيما. نعم. مع الشيف. انا ثواني انا عايز اقول حاجه، خلصنا يعني قبل الهوا في الفاصل عبد الرحمن اكل الاكل من اللي الشيف عمله، وقلت له ما ينفعش كده عشان الشيف يقدر يقدم حاجه للناس، ما سابلناش حاجه خالص، صح ولا لا؟ طيب 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 بص بص معانا اتصال تليفوني. احمد الو. والله الو استاذ احمد. ما سابلناش حاجه خالص. احمد معانا. ايوه فندم مع حضرتك. ايوه اتفضل معاك. ربنا يخليك يا فندم. انا احب اشكر استاذ البرنامج طبعا عشان الحاجات الجميله اللي حضراتكم بتقدموها. وبحب اشكر بوجه خاص الشيف العالمي الشيف اشرف فهمي. الشيف اشرف فهمي. الوصفات الجميله. الله يخليك يا استاذ احمد. عايز اقول لك وصفات احمد خليل. اهلا وسهلا عشرة عمري طبعا. ورحت الاكل رائعه. وتسلم ايدك يا شيف على اللي انت بتعمله دايما، من جديد لجديد ومن نجاح لنجاح، ودي حاجه مش غريبه عليك يا شيف اشرف، لان انت فعلا ناجح وفعلا وصفاتك ملهاش مثيل، وكلنا بنتعلم من حضرتك والله يا شيف. ربنا يخليك يا شيف. وبجد ده شرف لينا جدا ان احنا نشوفك قدامنا النهارده، وشرف لينا ان احنا نتعرف على وسط البرنامج كلها. ربنا يخليك يا شيف.
شكرا ليك جدا، شكرا استاذ احمد، معلش استاذ عطا، شكرا يا شيف. يعني كل الناس دي الوصفه الاخيره بتاعتنا يا شيف. دي كده خلاص جاهزه، هي بتتاكل مع اللحم. طيب نرجع بقى يا عبدو الاستاذه نسرين الخميسي، كنا بنتكلم عن ظهور الصلع الوراثي، اتكلمنا قلنا ان الجل اللي بيتقلب في السوق رديء جدا ده او غير الرديء يا جماعه، وكمان الجل فيه ماده بتضعف هرمونات الذكوره عند الولاد. بالنسبه للبنات بتقعد بقى الفرد، اي انواع فرد تعملها، صبغات اكسجين وبودره تفتيح، كل ده يا جماعه بيضعف جدا من بصيله الشعره، بيضعف من المسام بتاعتها، خلاص ما عادش بتقدر تنبت تاني. طيب قول لنا برده بقى الخطوات المهمه والتحذيرات قبل عمل البروتين. الخطوات المهمه قبل عمل البروتين، انا نفسي اقول للبنات كلها يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ابعدوا تماما عن دهن الزيوت على الشعرايه. دهان الزيوت على الشعرايه اكبر خطا، بيساعد على هيشان الشعرايه، تقصيفها. الزيوت للفروه، الزيوت للفروه، لكن ان احنا نحطها على الشعرايه كده بنرهقها، تمام؟ طبعا يبطلوا دهان زيوت تماما. اي حد، اي بنوته عايزه تعمل بروتين يا جماعه، انا بكلمكم بجد استغاثه مني، نقطع تماما دهان الزيوت، البالمرز، الفازلينات بانواعها دي. طيب اول حاجه قبلها بشهر. طيب اخر سؤال بقى، عشان وقتنا للاسف خلاص قرب ينتهي، عايزين نعرف ايه الجلسات العلاجيه للاطفال والكبار سريعا كده. الجلسات العلاجيه دي بعملها للاطفال بديل البروتين، لان البروتين شعور الاطفال ضعيفه جدا. فطبعا بنعمل لهم جلسه علاجيه بتبقى فيتامينات، يعني بتجيبي الطفله بتشوفي شعرها ناقص فيتامينات، لان الغذاء بيبقى ضعيف جدا. فبتديها الفيتامينات الناقصه والكولاجين، والكولاجين على فكره اللي بنحطه على البشره بيدينا نسبه فرد وشد للبشره، بتاع الشعر برده بيدي نسبه فرد وشد، فطبعا ده بيدينا نسبة حلوه جدا للشعرايه، ان هو بيديها رونقها وبيعيد الروابط بتاعتها تاني من جديد. تمام، وقتنا يعني للاسف انتهى يا معلم، بس ان شاء الله باذن الله نلقى تاني ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك قلبي، ابقى سعيده جدا معاكي بجد، احنا كلنا سعداء بيكي. اهلا بيكي يا حبيبي، انا مبسوطه جدا ان انا وصفاتك. وانا سعيد بمعرفك والله، تسلم ايدك. محمد علي اللي كان ضيفنا في الاول، شكرا لجميع ضيوفنا النهارده، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما الحلقه الجايه ان شاء الله. ما استمتعوا بقى بالايه بالوصفات، واحنا نستمتع. سلام.